كثيرون اليوم أصبحوا من رواد منصة تيك توك لنشر الفيديوهات القصيرة. غالب هذه الفيديوهات تحمل طابع التحديات والكوميديا، لكن دكتور نبهان المصري استطاع تقديم محتوى طبي عبر المنصة الحديثة نسبيا، حاصدا ملايين المشاهدات. تعالوا نتابع. دكتور نبهان المصري معنا ضيف في الاستوديو، اهلا وسهلا بك دكتور نبهان. أهلا فيك. في البدايه اسمح لي اسالك، ليش اخترت منصه تيك توك لتقديم المحتوى اللي بتعرضه للجمهور؟ اخترت التيك توك بالذات لانه باقي التطبيقات لحتى الشخص يقدر يشوفك لازم يضيفك او لازم يكون عامل لك متابعه او من هالكلام. تيك توك عنده ألغوريثم او نظام معين بيختلف، بحيث انه انت بتقدر مثلا تنزل فيديو، بالفيديوهات بينتشر لناس كثير حتى لو كانوا مش ضايفينك، فنسبة انتشار الفيديو تبعك بالتيك توك بتكون أكثر. يعني هو الهدف إن الاختيار منصة تيك توك يعني نزيد شوي نسبة المتابعة بالضبط، بحيث أنك تزود نسبة فرص أن العالم يشوف الفيديو تبعك أكثر. طب هل في عندك مثلا نية للتوجه لعرض المحتوى اللي أنت بتقدمه على التيك توك على منصات أخرى زي إنستغرام أو مثلا سناب شات؟ إنستغرام صراحة لا، بس في على اليوتيوب، يعني ممكن أضبط من الفيديو أكثر، أحسنه بحيث أنه يليق باليوتيوب. هذه الفيديوهات ممكن تزبط على التيك توك أكثر، بس على اليوتيوب يعني ممكن ما تنجح بهالموضوع هذا. طيب بس اشرح لي هلأ التيك توك، أنت بتعرض فيديو كم مدته تقريباً؟ التيك توك هو عطيك الحرية أنك تختار فيديو من 0 إلى 60 ثانية، وبإمكانك تختار ما بين 15 أو 60، يعني هو عنده خيارين 15 أو 60 ثانية، وبإمكانك تختار يعني من ضمن 60 ثانية هاي 40 ثانية 50 ثانية أو حتى تكمل لحتى 60، ما في مشكلة. يعني أكثر مدة مسموح لك تنزل فيها فيديو على تيك توك هي دقيقة واحدة؟ نعم، فقط هي دقيقة. طيب واحدة. سؤال دكتور، يعني هل بتحس أنه يعني عم نشوف في أشخاص على اليوتيوب على إنستغرام بيقدموا محتوى طبي للجمهور بفيديوهات ممكن تتجاوز أو مدتها 5 دقائق أو أكثر؟ نعم. ليوصلوا فكرتهم للمحتوى. نعم. اللي عم بيعرضوه، بدي رأيك، يعني أنت من خلال فيديو لا يتجاوز الدقيقة، هل هناك القدرة على إيصال محتوى طبي أو المحتوى اللي أنت بدك تقدمه من خلال هالفيديو اللي مدته دقيقة واحدة فقط؟ طبعا الفكرة بالفيديو أنه يعطي المعلومة بأقل وقت ممكن، بس كمان بطريقة تكون مقبولة للمشاهد. يعني أنت شفت شلون المعلومة داخل الفيديو توصل للكل، ومع ذلك المشاهد بيستمتع هو بيشاهدها. فهي هون الفكرة، إنه الشخص مو بس بيشاهد المعلومة، يعني ليس بطريقة مملة، بينبسط هو عم بيشاهد المعلومة، بنفس الوقت هو عم بيستفيد، يعني عم بيستفيد من هاي المعلومة عم بيشوفها. يعني عم نشوف في لك زي ما نحكي نمط معين بتقديمك للفيديوهات على منصة التيك توك زي ما احنا. نعم. شايفين لو تحولت لمنصة ثانية زي انستغرام هل راح يتغير طريقة العرض للفيديو؟ صراحة يعني ممكن تتغير، لأنه بالتيك توك صعب الواحد يتكلم كثير. تمام، الواحد يعني بس يفتح تطبيق تيك توك ما حابب يسمع كلام، ما حابب يسمع محاضرات، فهو هون الاختلاف عن اليوتيوب والانستغرام. انستغرام يفضل واحد يتكلم يحكي، بس لو لاحظت فيديوهات انا يعني ما بتكلم ابدا باي فيديو من الفيديوهات تبعي، مجرد هيك يعني توبكس بسيطه بحيث انه المشاهد توصل المعلومه على السريع وبطريقه يعني تكون ممتعه نوعا ما. طيب يعني انت حكيت لي عم تدرس لسه طب، عم تخلصت مرحله الامتياز؟ انا خلصت مرحله الطب وخلصت مرحله الامتياز. هل نعم. عملك للفيديوهات بياثر على مجال او شغلك او ساعات دوامك وشغلك؟ لا صراحه، يعني انا تقريبا الفيديوهات هي يعني كل فيديو تقريبا بياخذ مني نص ساعه
ما بين تصوير وكتابة ويعني تضبيط إنه الكتابة تيجي هيك بالطريقة هاي، فما راح يأثر كثير. تمام، خصوصا يعني فيديوهين باليوم ما راح يأثر كثير على الموضوع. طب قديش صار لك عامل حسابك على تقريبا شهر، يعني من شهر واحد. نعم شهر واحد فقط، بس لاقى قبول من المجتمع. يعني هناك فيديوهات عليها فوق 5 ملايين مشاهدة. نعم، في اللي هو أعلى فيديو كان عليه تقريبا 5.5 ملايين مشاهدة. طب نعم. طب عن شو كان يحكي هذا الفيديو؟ كان يحكي عن الدورة الشهرية صراحة. نعم، عن هاي الفكرة الفيديو عن تيك توك، قدمت معلومة عن الدورة الشهرية. الدورة الشهرية هو أكثر موضوع انتشر يعني صراحة، الموضوع عن الدورة الشهرية. طب لما نحكي 5 ملايين مشاهدة على التيك توك، هل هو رقم فعلي؟ يعني هناك في 5 ملايين شخص على هاي المنصة لوحدها شاهدوا هذا الفيديو؟ نعم، هو رقم فعلي. يعني التيك توك مش مثل انستغرام واليوتيوب، صعب انك تشتري المتابعات الوهمية واللايكات الوهمية، ما فيه هي لسه، يعني تقدر تقول انه لسه ما اخترعوا له موضوع جديد. يعني لقدام في ممكن نستمر بعرض هاي الفيديوهات بنفس هذا النمط، ولا ممكن شوي يتغير؟ يعني الناس عاجبها هذا الاسلوب. فهمت عليك. لا، بالنسبة لهذا الأسلوب، شوف صراحة هو أسلوب جميل ويعني الجمهور حبه وتفاعل معه، بس صراحة بدي يعني أحاول أغير أجدد بحيث أن المشاهد ما يمل من الموضوع، لأن صراحة أنا ناوي أكمل بهذا الموضوع، بس الواحد يفضل أنه يعمل تغييرات يزبط بحيث أنه المشاهد ما يمل هو عم يتفرج أنه بنفس الأسلوب بنفس الطريقة ومن هالكلام. بالتوفيق دكتور نبهان المصري في عرض فيديوهاتك على منصة التيك توك. شكرا جزيلا لك. ولا يهمك. عفوا ولا يهمكم.